والأمن الداخلي بالإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا تلقي القبض على عشرات المطلوبين بريف الحسكة. الاحتلال التركي يستهدف بالأسلحة الثقيلة قرية الكاوكلي بريف مدينة منبج الغربي شمالي سوريا. قصد تعلن إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات في منبج قادمة من مناطق سيطرة الحكومة السورية. وسائل إعلام مصرية تتحدث عن تقدم ملحوظ في محادثات القاهرة بشأن الهدنة في قطاع غزة. تزامناً مع مساعي التهدئة، الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع جنوب لبنان بعد مقتل إسرائيلي بقصف لحزب الله. بيانات رسمية في تركيا تكشف ارتفاع معدل التضخم السنوي لمستويات قياسية تفوق التوقعات. شركة أمري البريطانية تعلن اندلاع حريق على متن سفينة إسرائيلية تم استهدافها قرب عدن.